نشوف شنو الخلل، يا ريت يعني نقدر نطلع مثلا بحل وان كان بسيط، بس على الاقل نبدي نعالج مرحله مرحله. انا في رايي انه الكاتب يجب ان يكتب دراما، مو يكتب قصه، حتى لو وضع لها حوار، يعني تبقى القضيه سرديه باسلوب القصه مو بالاسلوب الدرامي. الدراما غير شكل حقيقة، الدراما تختلف، يعني حتى هي مو من ضمن الأدب في رأيي. يعني الأدب أحيانا أكون نصوص أول ما أقرأها، العفو تحكي يعني أخشى لا أفوت بالسردية، أقول بس لا، إذا بين نص بي لازم زينة وممكن يطلع منه شيء، فأنت تخاف أنه هو يروح إلى السردية والحشو بالكلام واللغو يعني مو من اللي صارت. ما تشوفين صورة الصراع بالنص اللي دين كتب إنه واللي دا نشتغله، ما نشوف صورة الصراع الحقيقي. هذا الترقب والتشويق مهم للمشاهد. لا لا، الصراع اللي هو أنت يعني تخلقين من عنده الصورة، صورة الرؤية، أن تشوفين وضعك أنت كشخصية بهذا الصراع وين تقفين، وشنو اللي راح يخلق عند المشاهد الأسئلة اللي بداخله، ليش وشلون. المشاهد لازم يكون أمام هذا العمل، هو يطلع من عنده يقول ليش وشلون وين آني من عنده. إحنا لا، عملنا لأجل بس المتعة، كأنه حتى بالقراءة تريد تستكمل، أنت تريد تشوف وين ماخذك هذا النص، وين راح تروح يعني. ما يودي، لأنه النص بالأساس هو مكتوب بشكل درامي.